من هداك اليوم وهالتافهة قاعدة بغرفته، كل الوقت عم يهتم فيها كأني مو موجودة بحياته. انتي بوسي ايدك وشو قفيلي لساتك هون. وقت اجا لعندي قال لي ما بقى بدي اشوف وشها بحياتي. هلأ كان لازم تكوني بقصر بيعزيت. انا خالفت اوامر السلطان مشانك وانتي مو عاجبك. خلص عادي اهتمي بابنك وادعي واعملي خير وتعلمي الصبر. هالمرة سممت لي حياتي، اخذته للسلطان مني. هاي المرة ما جابت معها الا الشؤم، واذا ما ماتت ما رح تأذيني لحالي، صدقيني رح تأذي الكل. حاجتك ناهي الدوران، لا تجنينيني. يلا روحي واهتمي بمصطفى، فكري بحالك وانسيها لهالمخلوقة. انت عندك واجبات ما بصير تهمليها. يا الله بترجاك تسامحني، انا غلطت غلطة كبيرة. انا تمنيت انه ما يكون عندي اه، بس مو قصدي، هلا بيكون زعلان. بس والله انا مو قصدي زعله، بوعدك يا رب اذا اجاني اخر احبه كتير، وكمان رح اهتم فيه لانه حيكون كتير صغير. يا رب تخلي ابي يحبني على طول، وما بدي امي تضل عم تبكي. دخيلك يا رب اسمع دعائي يا ربي. مصطفى شو حبيبي لسه ما نعس؟ انا نعست بس ما حابب نام الا اذا اجيتي ونمت جنبي. تعال قلبي. يلا خلينا ننام. بدعي لك الله ينصركم بهالحرب ويرجعك سالم غانم. رح حط حجر الأساس لمقام مجامع أبي المرحوم السلطان سليم بعد ما أطلع من القصر، وبعدها فوراً رح ننطلق بالحملة. ست الكل، إذا صار وما رجعنا من هالحملة بتخلي ابني مصطفى يكمل البناء. هذا مصطفى البطل. بابا أنا كمان بدي روح معك لحارب، أنا فيني أقطع لهم رؤوسهم بسيفي، بس أنت أخذني معك. وحياتك بس تكبر رح أخذك معي إن شاء الله. مصطفى رح نفتح مناطق كتيرة مع بعض، بس هلأ لا تعذب أساتذتك ولا تهمل دروسك. بابا بس أنا ما بحب الدراسة، بحب الحرب. بلش الاحتفال ولازم نروح. قولنا بالنصر. يا رب ساعدوا ونصروا، يا رب رجع جيشنا بخير وسلامة. يا رب دخيلك كون مع جيشنا وساعدهم وقويهم على كل أعدائنا. كونستانتين سينسكي. لم تشهد القسطنطينية احتفالا كبيرا كهذا. ملأ الناس الشوارع منذ الصباح وهم يتلهفون لرؤية موكب السلطان. يبدو أن العثمانيين يتوقون للحرب والنصر. الجيش منظم وأعداده كبيرة. السلطان سليمان يريد أن يمحو المجر. الجيش أقسم والشعب أقسم أيضا أن ينتقم العثمانيون من الملك لايوش. أنا سليمان ابن السلطان سليم، أنا السلطان العاشر للدولة العثمانية، أحكم أملاك الصفويين ومماليك مصر والعباسيين، سوريا، فلسطين، الحجاز، طريق الحرير والتوابل. أنا السلطان العاشر مالك البحار والصحاري، مالك البلاد والعباد، والكل ينحني أمام عظمتي.
أنا سليمان، أقسمت أن أجمع بين الشرق والغرب بفتوحاتي. انتصاراتي سوف تصبح على كل لسان، واسمي سيرعب القريب والبعيد. أقسمت أن أرجع من هذه الغزوة سالماً غانماً، حاملاً رايات النصر هدية لشعبي. سوف أعود منتصراً لضم المرأة التي عشقتها، وسأعود إليك يا هويان. الأم رح تعمل حفلة اليوم المساء، طلبت مني إنه أعطيك خبر. على شرف مين مساوي الحفلة؟ كوثر، روحي حضري لي أحلى ثياب عندي، اليوم لازم يكون كتير حلوة. درة، شو قال عاشور بيك؟ عجبته البنت؟ إيه شو عجبته؟ وقع بحبها دغري. هويام خانو، تعالي معي. ليش خير؟ يعني شو بدك مني؟ أنا غلطت بشي؟ لا تخافي، قومي معي.
يا سدرة، نحن لوين رايحين؟ أنا ماني مطمنة. ليكون في شي عقوبة؟ قليلي شوفي. خلاص هلأ انتهت كل أيام العبودية، انتي مع التجارية، رح تروحي عروس على قصر أدرني. السلطان سليمان عم يستناني بقصر أديرنا؟ لا، السلطانة الأم رح تجوزك لابن الوزير قاسم باشا. بس أنا رح كون عروس للسلطان سليمان، ولا نسيتوا هالشي؟ شو أنتي طرشة؟ فهمي شو عم بحكي معك، رح تتجوزي ابن الوزير قاسم باشا وبدك تروحي عأدرنا، وهالأمر ما في مفر منه، ورح تروحي من هالقصر بكرة الصبح. مستحيل، هالشي مستحيل يصير، مستحيل. ما بروح من هذا القصر، السلطان سليمان رح... خسي، اوعك تذكري اسم السلطان سليمان. السلطانة الأم قررت وانتي نفذي، هذا أمر. الله يوفق سلطان الأم وخلينا إياها. شفتي شلون خلصتنا من هالجارية الروسية؟ مولاتي إن شاء الله بصير كل شيء مثل ما بدي. أكيد رح يصير هيك. لو تعرفي قديش حابة أشوف وشها لهديك الجارية. رح قوم روح، وإن شاء الله بتعيش عذاب جهنم بالمكان اللي بتروح عليه. إن شاء الله. أنتي مبسوطة هلأ يا ناهي الدوران؟ هالحفلة كتير حلوة بوجودك معنا يا سلطاني. إن شاء الله من اليوم وطالع رح يكون في عنا حفلات كتير، ما هيك يا خديجة؟ المهم إنه السلطان سليمان يرجع لنا بالسلام، وإن شاء الله كل أيامنا بتصير حفلات. يلا قومي على غرفتك، البكي ما رح يغير أي شي، وما رح يغيروا رأيهم. بدي روح أحكي مع السلطان الأم وأطلب منها تسامحني. يلا يلا على غرفتك بسرعة. لك يا مجنونة اهدي. ألف مبروك يا عروس. أنا أبداً ما رح أتجوز، هذا القصر إلي، ما رح أتركه. أنا حصير مرته للسلطان، مرته يلي بحبها. وانتبهي منيح، ممنوع إنك تلمسيني، بتموتي. درة خانم، خدوا هالجارية القليلة الأدب من قدامي. أنا ماني جارية، أنا هيام، هيام السلطانة. شفتي شو عملت هالوقحة اليوم؟ ولا خطر على بالي إني أضربها كف؟ قال ما بدي روح، أنا حبيبة السلطان ورح صير مرته. من وين لوين لحتى تصير وحدة مثل مرته؟ واضح إنها كتير مرعوبة، ومشان هيك حكت بهالطريقة الوقحة. رح تروح؟ رح تروح من هذا القصر حتى لو بكيت وشقت حالها. ما بدي روح، ما بدي روح، ما بدي روح. أنا أفضل موت هون وما روح، ما بدي روح. هيام شو بكي؟ لا تصرخي، هلا بيسمعوكي. تركوني بحالي بقى. ليش عم تدفشيني؟ أنا شو ساويت؟ أنت كمان مثلهم، كلكم بدكم تطفشوني من هون، ليش عم تساووا فيني هيك؟ سكري تمك. أنا ما رح أتحرك،
شو ما سويت وما رح أطلع من هون. خدوني جسع قديرنا. أنا انتهيت. ليش عم تساقوا فيني هيك؟ رح يصلنا خبر. اليوم بالليل إجاني بالمنام وكان راكب على حصان. سبحان الخالق ما أجمل طلته. كان واقف قدام جنوده وماسك سمكة كتير كبيرة بإيده. قام عطاني إياها. السمكة بتعني رزقة؟ إن شاء الله خير. إن شاء الله خير. مرحبا حضرة السلطانة. مين هالحلو اللي جاي يسلم علي؟ خلصت دراستك ابني؟ إيه خلصت. يا شطور. يلا عمتي خديجة خلينا نروح على الجنينة. لا حبيبي تركنا من الجنينة، تعال خلينا نطلع على التراس شوي. يلا. ما شاء الله عم يكبر بسرعة، بكرة بيطول وبصير طول أبو. مزبوط إنه هاي المغرورة ما قبلت تصير عروس؟ يعني أنا ناديت لها لعندي، بس المشكلة إنها حكت لي شغلة كتير فاجأتني فيها. والله ما بتستاهل إنه أنت تعملي لقيمة وتجيبيها لعندك، لأنها هي وحدة مجنونة وقحة. قال هي حامل. كذابة. هذا الشيء مستحيل يكون. مولاتي جناب الباشا بده يعرف امتى بتجي العروس، بعت خبر مع سنبل اغا ليستعجلوها. والله ماني عارفاني كيف بدي اتصرف، شو بدنا نقول له هلا؟ مو على اساس سنبل حكى مع هيام؟ ايه هو حاول انه يخوفها وعم بيقول انها ما غيرت الكلام اللي حكته قدامك ومصره انها حامل بابنكم، مشان هيك مانا رضيانه تتجوز. كذابه. هي وحده شيطانه. الموضوع كتير كبر. أحسن شيء إنك تاخديها المسألة عند الحكيمة بالسر، خليها تشوف القصة، دبري الشغلة بمعرفتك وخلي قاسم باشا يلتهي عنها هلأ، بلكي بيأجلها لبكرة. الله لا يوفق إن شاء الله. لو راحت كنت خلصت. قال حامل، شو هالبلوة لو إنها بتموت هي وحملها. إن شاء الله ما بتتهنى بهالولد وبتموت هي وياه. إن شاء الله. يا ريت تموت وأخلص من هالعذاب. شو هاد كوثر؟ دواء؟ الحكيمة وصفت لك إياه، قال بينشط. حطيت لك نقطتين بس، الزيادة منه بتموت، قال بتأذي القلب وبتسمم الدم كمان. منيح؟ مدام مفيد خليني اشربه. اعطيني القنينة اللي خبيها مشان ما توصل لايد مصطفى وياخذ منها بالغلط. شوفي شو صاير كوثر. سلطان الأم مشان هيام، بقصد مشان الجارية، وزعت عصير وحلويات بالحرم لك واحتفلوا. عندك أي فكرة عن هالشي؟ أنا من وين بدي أعرف بهيك موضوع؟
الزمن شو مخبي لي لسه يا ترى؟ السلطانة الأم بدها ياكي. أكيد بدها توصيني مشان اسكت. تضحك علي بكلمتين وبتقلي اصبري شوي. عم تناديني لتوصيني وتقلي هذا قدرك، اقبالي فيي أنا هاي الدوران. يا رب ثبت من عزم سلطاننا وجنوده وانصروا على أعدائه يا رب. آمين. يا رب العالمين حمي من كل أذى. آمين. يا رب العالمين وفقه ويسر أموره وانصره لحتى يرفع رايتك وينشر اسمك بكل العالم. هلأ جنودنا بلشوا بقصف القلعة. الله أكبر! وما النصر إلا من عند الله! اقصفوهم ودمروهم يا رجال! اجعلوهم عبرة لكل من اعتبر! أروهم قوة الدولة العثمانية! ببطني وبنتك واقع بالحب. سليمان كتير منيح وهو كتير بيحبني، وهلأ بالمعركة حموت من خوفي عليه. بتمنى يرجع من شاني ومن شان الولد يلي رح جيبه. قال بنشط، حطيت لك نقطتين بس، لزيادة منه بتقوم. قال بتأذي القلب وبتسمم الدم كمان. مصطفى؟ يعيش السلطان سليمان، يعيش السلطان سليمان، حقق النصر للإسلام، يعيش السلطان سليمان، يعيش السلطان سليمان، يعيش يعيش يعيش. تعال عندي لضمك يا ابن السلطان البطل، تعال. حبيبي. هلا البابا صار كمان سلطان لهذيك البلاد؟ أبوك صار سلطان كل العالم يا روحي. عمتي خديجة أنا كمان بدي روح حارب وافتح بلادي كتير مثل بابا. قول إن شاء الله حبيبي. بس حبيبي لا تركض بسرعة مشان ما تعرق. مصطفى استناني شوي جاية معك. برافو يا ناهي الدوران، أخيرا فهمتي الوضع وتصرفتي بعقل. ما بقى تتقاتلي مع هيام، هي مو من مستواك. هاد كله بفضل توجيهاتي، أنا أخذت درس من أخطائي وما عاد عيد اللي صار أبداً. بأكد لك هالشي. Thank you.
انت بتحبيني يا كوثر؟ ولو يا مولاتي. اكيد يا سلطانه. يعني ممكن تعملي كل شيء مشاني؟ انا مستعده اعطيكي روحي. ما بدي روحك انت، روح الجاريه الروسيه. قلتي لي انه الكثير منه بيموت صح؟ خذوا له الدواء، حطوا بأكلة خليها تاكله. نخلص. بدي اسمع بكره خبرها. بس يا سلطانه كيف بدي ساوي هالشي؟ ممنوع حدا يفوت على غرفه السلطان. لا اي حدا يفوت. ساوي هذا الشي باي طريقه. ساوي هالشي واطلب اللي بدك اياه بعدين. يرجع يحبني لإلي وما رح يبعد عني ولا عن مصطفى. مولاتي، عملتي مثل ما طلبت؟ الموضوع انتهى، صار مثل ما بدك، حطوه بصحنة، بتكون أكلته هلأ. متأكدة؟ مولاتي، انت فيكي شي؟ ولا شي، بس راسي عم يوجعني، حاسة رح ينفجر. كلي على مهلك، كل هدول إلك بس شوي شوي. لهالدرجة جوعانة؟ مو أنا الجوعانة، هذا ابنك. أهلين خديجة. والله مو قدراني ضل بغرفتي، عم يضيق نفسي. وصلتك شي أخبار عن هيام؟ قالوا لي مريضة. والله جد ما وصلني أي خبر. مو حابة تسأليني شو صاير لها؟ ما بيهمني شو صاير لها. شو ما عندي هم فكر فيه إلا الجارية الروسية. قال سمموها بس يا خوفي تموت. هاد قضاء وقدر، شو منعمل؟ سلطانة، فوتي كوثر. ليش وشك أصفر؟ في شي خبر سيء؟ مو هيك، بس السلطانة عم يوجع راسها وما لقيت إلا زيت الزعتر. آه، ولساتك موجوعة؟ لا صرت منيحة، الكافور فادني كتير. دورت عليها بكل مكان دالرخانة، ما حدا شافها وما ضل إلا مغسل تياب دور فيه. أنا تعبت، بدي روح. يا الله، وين بدها تكون راحت هاي البنت؟ سنبل آغا، فيك تروح معي؟ لأنه هنيك كتير في عتمة. إيه يلا تعال، روحي قدام، روحي قدام، يلا فريال. كوثر انت جنيتي، كيف بتعملي هيك شيء؟ عملت هالشي مشانك مولاتي.
والله كانت رح تعترف بكل شيء. أكيد كانوا بيمحوني إلي وإليك. هيك هي شنقت حالة وخلصنا. أنتي عم تشبهي وضعك بوضعي؟ أنتي مو بس ارتكبتي جريمة وعم تكذبي كمان. شوفي هالجريمة رح تتعاقب عليها. أنا بضل مرت السلطان. أوعك تنساهي الحقيقة أبداً. بس يا مولاتي، معنى حكيك إنه أنا المسؤولة؟ إيه صحيح؟ حاولت تموتي يا صح؟